وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي بهذه الكلمات عبر الشاعر حافظ إبراهيم عن الأزمة التي تواجهها اللغة العربية بعدما تخلى عنها بعض بنيها بدعوى عدم ملاءمتها لتطورات العصر الحديث ازمه تتبدى مظاهرها في غياب اللغه العربيه السليمه عن كثير من جوانب الحياه العلميه والاجتماعيه في المنطقه العربيه حيث نابت عن العربيه الفصحى لهجات عاميه تختلط فيها العربيه بغيرها من اللغات الاجنبيه التي انتشرت بفعل عقود عاشها العرب تحت نير الاحتلال الغربي فاهمل التعليم وانتشرت الاميه وغابت محاولات تطوير اللغه الا قليلا حتى باتت العربية تكاد تنحصر في الشعر والادب والعلوم الدينية الاسلامية. ومع نهاية عصر الاستعمار العسكري المباشر طفى على السطح مصطلح الغزو الثقافي متزامنا مع تجدد مفهوم العولمة الذي يسعى الى جعل العالم قرية الكترونية صغيرة تترابط اجزاؤها عن طريق الاقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والقنوات التلفزيونية بما يحقق نوعا من الثقافة والمفاهيم الحضارية العالميه السائده والتي ستكون بدورها متاثره بثقافه الدول الكبرى التي تتحكم بموازين القوى العالميه غير ان اللغه العربيه على مدى تاريخها ورغم ما واجهته من تحديات استطاعت الحفاظ على اسسها الرصينه بعيده عن التاثر المخل باللغات والثقافات المغايره بل كان لها الدور الاكبر في المحافظه على الهويه الثقافيه للمجتمعات العربيه بوصفها لغه القران الكريم ومن ثم كان لها بالغ الاثر في التبادل الثقافي مع المجتمعات الاسلاميه غير العربيه فقل ان تجد لغه في هذه المجتمعات لا تتضمن كثيرا من الكلمات والتراكيب المشتقه من اللغه العربيه وبحسب متخصصين فان الحفاظ على اللغه العربيه تتمثل اولى خطواته في وضع البرامج والخطط لتعريب العلوم في الجامعات العربيه وكذا نشر الثقافه الاسلاميه بوصفها وعاء حاملا للغه العربيه فهل نشهد تقدما قريبا في هذا الصدد